هي محلة من محلات بغداد العريقة تضرب جذورها في أعماق التاريخ. إنها محلة باب الشيخ بجوار الحضرة الكيلانية، وقد تميزت بتنوع سكانها وجمال طقوسها الاجتماعية والدينية خاصة في رمضان. وتعد محلة باب الشيخ ملاذ المساكين وفقراء بغداد، وخصوصا حول جدار الحضرة، إذ يفترش الباعة الرصيف ليبيعوا المواد والأطعمة زهيدة الثمن. ولكن هناك مضايقات وملاحقات من قبل أمانة بغداد ضد الباعة المتجولين. كاميرا برنامج مع الناس التقت ببعض السكان وسألتهم عن أجواء رمضان، وكذلك أصحاب البسطيات والكسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك الأمة الإسلامية حلول شهر رمضان المبارك، إن شاء الله سنة خير والسلام على العراقيين جميعا من أقصى إلى أقصى. بالنسبة لتقاليد شهر رمضان، عندنا منطقة الكفاح فبيها تقاليد خاصة، يعني كل سنة من زمان من شارع الكفاح من فضل، من منطقة الفضل إلى باب الشرجي، يعني تقاليد. أول شيء لعبة المحابس، العالم ورا الفطور دائما يطلعون شارع الكفاح، يروحون للزيارات وناس تزور ناس، خصوصا بالفطور. يعني قبل الفطور العوائل البغدادية تتبادل، مثلا هذا مسوين اكله، هذول مسوين اكله، فدائما ابرز اكله دائما اكثر شيء النواشف، يعني تعرف العوائل اكثر شيء يحبون النواشف، البرياني، يعني هاي الاكلات الطيبه تصير. اي وراها يعني قلت لك يعني عالم ناس تروح على ناس وتبادل بالأكلات بالفطور، وراها يطلعون لشارع الكفاح. شارع الكفاح بالليل ورا الفطور كل الشارع حلو وهوسه، والعالم والأصدقاء وكلش حلو الحمد لله. وإن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى سنة خير، وإن شاء الله يعم الأمن والأمان والسلام على العراقيين إن شاء الله. أبرز العادات، يعني أول شيء معلومة هي صلاة التراويح يقوموها هنا، بعدين عندنا مأدبة إفطار تقريبا 600 واحد على حساب الخاص السيد خالد القيلاني متولي الأوقاف القادرية. وعندنا أيضا تعليم وتحفيظ القرآن الكريم الأطفال، يعني من الصف أول ابتدائي إلى صف سادس ابتدائي يقومون هنا، وأكو ختمة قرآن أيضا تبدأ بعد صلاة العصر. نعم. والله لا بالعكس اكو شغلات زادت يعني عن ذاك رمضان عن قبلها. نعم شغلات هواية زادت عن ذاك رمضان، مثل امسيات رمضانيه تصير هنا بالحضره القادريه، كانت العام ما عندنا، فهالسنه راح يسوون امسيات رمضانيه، واكو ختمه قران الكريم بالجامع، جامع الحنفي جوا ايضا. يعني هي العام صارت والسنه اكثر صارت، يعني زاد العدد اكثر. نعم أمنياتنا الله يحل الأمن والأمان على كافة المسلمين بالعراق، ويحد صفوف المسلمين، وإن شاء الله الوضع يصير أحسن وأحسن، العراق يصير عراق مزدهر إن شاء الله للأبد. الله يخليك، أشكرك. أبو حنين مسؤول الجامع، يا أهلا وسهلا. والله أبرز عاداتنا وتقاليدنا هي تعرف اختلفت مو مثل قبل، يعني بالثمانينات او بالالفينات، يعني بدايه الالفينات كانت الناس واحد يدخل على الاخ، واحد يقدم فطوره للاخ، اكو كانت محبه وتالف اكثر من اللي هسه احنا عانيناه ما بعد السقوط. يعني زين، بس الحمد لله وشكر هسه بدات ترجع، يعني شلون نقول فد 40 او 30% من العوائل. بالنسبه لحضره مولانا الشيخ عبد القادر القيلاني ماكو فرق، يعني كلها تدخل لجميع الطوائف، جميع الطوائف. نسأل من الله سبحانه وتعالى يعم الأمن والأمان على بلدنا وعلى شعبنا الجريح، لأن احنا انجرحنا بما فيه الكفاية. فريد يعني إن شاء الله، ولو يعني من القوة السياسية اللي جايتنا بالجديد،
انه يسوون فد شيء يعني خدمات وحب التآلف والمحبه، ما يتفرقون بين هذا سني وهذا شيء وهذا، لان احنا كليتنا نرجع ونقول احنا لعبادة الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته. والله تعرف انت كبداية هي بدايتها التمر واللبن اللي فطر عليه سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبعدين تبدي بشرب الماء والشوربة والأكلات اللي موجودة هي مثل الدولمة وغير الدولمة هالموجودة من بركات الله سبحانه وتعالى، والحمد لله وشكر على كل حال. شات الصواني ومشينا نركب ونودي الجيران ونودي الماء عندي، هسه تغيرت الاوضاع وايد تغيرت، يعني لا حد يدق باب واحد، لا الاخوي يدق بابك، لا الجيران يدقون بابك، يعني ما حد يعرف احد، والفقير الى الله. والله اي شيء حتى نقول الحمد لله والشكر، طماطم يعني ناكلها وين الخبزه والحمد لله والشكر. ما طول شهر رمضان هو طاعة الغفران والذنوب وقراءة القرآن أهم شيء، والصلاة عندنا وهو يعرف بحالنا، هو اللي يعطينا، احنا ما راح شخص ري. والله بعد ما أعرف أنا، كل واحد وطباعه. والله الحمد لله والشكر، احنا الفقرة أحسن يعني من كل واحد، يعني نقدر ناكل نشرب نطري الجار ما عنده، الحمد لله والشكر. شكرا اخويا، شكرا شكرا. والله هي كالعاده الشعب العراقي كله في تقاليده في شهر رمضان، هي بعد الافطار وبعد صلاه العشاء صلاه التراويح، هذا المعتاد والمتعارف عليه بين الامم وليس بين الشعب العراقي، بين الامه الاسلاميه جميعا. صلاه التراويح هي هذا المتعارف عليه في جميع الأمة الإسلامية، وحقيقة تعرف أغلب العوائل العراقية في شهر رمضان تطلع إلى الفسحة بعد صلاة التراويح، منهم من ينفح عن عائلته وعن نفسه. تعرف شهر رمضان في النهار لا يوجد خروج ولا يوجد مطاعم أو مثل ما يقول، وهذا اللي العادات اللي أشهر العادات اللي متعارف عليها. والله بالنسبة إلى هذا الشهر هو شلون تقول، احنا بالنسبة كعراقيين عن السنين السابقة هذا الشهر مفضل عن باقي الشهور بالنسبة للأمان. حقيقة هذا الشهر أمان يفرق عن باقي السنين اللي مضت، حسينا انه نسبة الأمان تحسنت شلون نقول يعني 70% حاليا والحمد لله. والفقرة الثانية الشعب العراقي اللي عن السنين اللي مضت توعى بالطائفية، أنه نبذ شغلة الطائفية نبذت من الشعب العراقي، وكل الشعب العراقي عرفها وعرف مصدرها وعرف شنو أذيتها وتأثيرها على الشعب العراقي، فالحمد لله صار وعي كبير في الشعب العراقي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومعدن الشعب العراقي معدن أصيل والحمد لله. والله السياسيين ممكن احنا نقدر نقول احنا مو عندنا رؤية أكبر من الرؤية المرجعية اللي هي طلبت بتغييرهم، إذا سواء المرجعية، ما أريد نتكلم بالطوائف، مرجعية شيعية أو سنية، هم كلهم قبلتهم وحدة وكتاب واحد والنبي واحد. حقيقة السياسيين السابقين ما خدموا البلد في شيء، فتغييرهم أولى. يعني 15 سنة ما أثبتوا للعراق شيء إلا الدمار والطائفية وسلب الأموال، وهذا اللي اكتسبناه منهم. وحقيقة يعني هم لو، هذا ليس كلامي وإنما كلام الشعب أجمع، إن لو كان لهم ذرة من الحياة لتركوا السياسة وذهبوا وتركوا العراق بحاله. والله أمنياتي كأمنيات أي فرد من أفراد الشعب العراقي حقيقة هو الأمن والأمان وشلون نقول التعيينات، وهذا كل الشعب العراقي يعاني منها، أي هذه اللي مفقودة، أي هذا كل اللي نتمناه، ونتمنى انه عراق ذا سياده وذا هيبه كما كان في السابق. يعني احنا شي ينقصنا، خما سابقين احسن من عندنا، اي شي ينقصنا، يعني الدوله استلمتوا جيش وشرطه وحكومه، ليش ما نسوي سياده؟
شنو اللي القصر اللي بينا ما نسوي سيادة ونكون شعب محترم مثل ما كنا في السابق؟ للأسف احنا نتأسف الآن الفرد العراقي لما يخرج إلى الخارج الفرد العراقي ليس له هيبة كالسابق. احنا كان في السابق البسوار العراقي له هيبة، الآن لا توجد هيبة للشعب العراقي أي، وهذا نتأسف عليه احنا كشعب عراقي. يعني يحوس في أنفسنا أنه لما نخرج إلى الخارج يكون فينا يكون لنا هيبة، هذا نتمناها وأي مواطن يتمناها. الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاداتنا هنا في الحضرة القادرية المباركة هي هالأجواء اللي تشوفوها، طبعا صلاة التراويح والدعاء إن العراق خاصة ولأمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كافة، ووجبات الإفطار اللي نقدمها للصائمين وخدمة الزائرين في هذا المكان المبارك. والله لا ما أكله نفس الشيء، يعني احنا من قالوا بلى هذا نقول احنا مثل ما نقول نفس الشيء، بس تقريبا مو مثل يعني قبل أقل، يعني تقريبا مثل ما نقول نص العادات اللي راحت. أي اللي تدري تعرف الناس أغلبيتها يعني بيوتها بعيدة وتعرف الطرق والكذا، مو مثل قبل يعني العالم زوارنا كذا نفس هالأعداد هاي، لأن كان في رمضان يعني الأعداد في صلاة التراويح لا تعد ولا تحصى، يعني حتى في هذا الصحن يعني ممكن الزائرين يصلون والعالم تجيب فطورها وكذا، والآن هم صادفت أيام امتحانات للطلبة فشوف العوائل جدا قليلة. فهذا الشيء يعني والله نسأل إن شاء الله في هذا الشهر المبارك إن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل، نتأمل خير إن شاء الله، تأملين خير إن شاء الله. والله أمنياتنا يعم الأمن والأمان على بلادنا إن شاء الله، ويرجعون المهجرين إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب، وأن يحفظ العراق والعراقيين ويوحد كلمتهم وحد صفهم كذلك إن شاء الله، ويجمع كلمتهم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله إن شاء الله هي كل رمضان إن شاء الله ورا الفطور نطلع كل سنة هيك، نطلع نفطر نجي نزور نروح، يعني كل سنة وكل يوم هيك تقريبا أو كل أسبوع دائما هيك، هاي تقاليد ما رمضان. والله اللي افتقدناها والله يعني تقريبا المحيبي سايل شوية مو مثل كل سنة. اي نعم نعم نمسياتي نعم اي. والله هي دوم ما نكون يعني شوية لين مدامة نصير اي فالدول ما شوية نجيبها لين مو بسرعة تصير يعني يومين. نعم مراتنا ان شاء الله تصير على الامن والامان على هالبلد هذا ان شاء الله، ونعيش بسلام وان شاء الله اخوة والحمد لله والشكر، هذا كل اللي نتمناه اهم شيء ان شاء الله. والله تقاليداتنا بشهر رمضان يعني احنا نطلع ورا الفطور نتجول يعني باحدى المراقد مثل عندك الشيخ عبد القادر الجيلاني او مثل روح الامام الكاظم عليه السلام، نفتقد هواي شغلات يعني مثل المحيبس، مثل نفتقد لما مال الاحباب مال قبل جاب العائله وجاي الحمد لله والشكر جاي نزور هنا للامام هنا عبد القادر الجيلاني. قلت لك لمه الاحباب والاهل والاقارب، يعني قبل كان يعني نلتم يعني سوى يعني بالفطور نقعد على قاعدة واحدة أو ورا الفطور نلعب هاي اللعبة المحبس والقاعدة، يعني صديقي يزور صديقه، أهلي يزور مثل ابني يروح على أبوه أو أخوه الكبير يروح يزور. هسه ماكو، الناس افتقدت، كل من بصعوبة كل من حاير بشغله وعمله، والناس أكثر شيء اتجهت للمولات، يعني المولات وهاي الجازينوات على الشارع هيك افتقدت. والله أمنيتي يعني الأمن والأمان للعراق العظيم كله. والله العادات هي مو عادات ولا طقوس، هي عبادات، لأن شهر رمضان هو أساس العبادات وهو شهر الله عز وجل، فنتقرب لله عز وجل بالصيام والقيام وقراءة القرآن وتوزيع البركات على الناس الفقراء، يعني هاي اللي الله عز وجل كتبناها، وهو قال قرب هذا الموضوع بأنه في شهر رمضان تكثر الخيرات،
فالإنسان المتمكن دائما يعني يقدم خيرات للناس الفقراء والناس المحتاجين، خصوصا احنا في سبع عراقنا يعني ما شاء الله هالبيوتات اللي صارت وجعل الأمن والأمان بلدنا، بس احنا نقص ناس حاليا. يا تروح بمكان تقعد بيه كذا تلقى دائما نقص الكهرباء، الناس يشتكي حالها، فما اعتقد اللي يشتكي حاله يقوم يعني طقوس هاي. والله والله بالنسبه للسياسيين احنا دائما ننظر للعمله واحده، بس حاليا ان شاء الله الوجوه ظهرت لنا جديده، يعني ما احنا ما نسمي مسميات، كل عراقي شريف يرجع لنفسه ويرجع يقول يا الله، شوف الله راضي عنا، اذا الله راضي عنا فاكيد راح يرضي شعبه، واذا ما راضي الله عنا لو حطوا بماء زمزم هم هي. والله انا الحمد لله وشكر هنا أنا. يعني اوقاتنا كل زينه، يعني انا هسه من اروح البيت فتح ساعه بالثنتين الى ساعه تقريبا 11 ونص واروح للبيت. نحمد الله ونشكره خير من الله موجود، لكن شنو احنا بقت عندنا؟ بقت عندنا حالات يشكي من عندها البشر. يعني انا صار اربع لجان ادخل، الاربع لجان كل ما اروح على لجنه، حتى الهلال الاحمر دخلني لجنه اروح عليه يقول لي ما الدوله ما انطتنا فلوس. كم دوب انا اظل هالشكل في هذه الحاله، يعني حتى واني صاحب سبع بنات، لا تقول واحده ولا اثنين، تقبل اخليني جدن؟ واحنا اهل الشرف واهل الغيره اهل البلوجه، تعرفون انتوا حق كل شو اسمه العراق يعرف بانه اهل البلوجه ايش اطباعهم؟ من هو؟ شو يصلحهم؟ يعني تروح وجبه تجي انقص من وجبه، تروح يعني تروح حراميه تجي انقص من الحراميه. زين وين يخلون؟ اذا انا اربع لجان وما عندهم فلوس، فلوس النفط وين؟ بس قول لي فلوس النفط، يعني ما عنده 10 ملايين يقول لي هاك روح لايران اعالج نفسك، ما عندك يعني 10 ملايين تزني للهند اعالج نفسي، وهاي اربع لجان دخلت واحده لايران واحده اثنين ثلاثه للهند. زين انا ما اريد شو اسمه مساعدتهم، حتى الحكومه ما اريد مساعدتهم، لكن يحيلوني التقاعد مالي، انا نايب ضابط، ينطوني التقاعد. والله تروح تراجع الشؤون، والله قيد ما عندك، تعال روح على وزاره الدفاع. زين انا من اروح على وزاره الدفاع لا اقدر امشي، لا اقدر يعني شو اسمه منا لهنا انا اتعب، وعندي عجز بالقلب وعندي عدم كفاءه الدوره الدمويه. زين واي حالتي هل تشوفها شو قاعد عسي كمني 24 ساعه حتى خدمت العراق 30 سنه، الله وكيلك ومحمد كفيلك، حتى الشمال الى اكبر قمه الجبال انا صعدت هزله، الى جبل هزله هاي بالحرب انا صعدته. زين من معركه ايران ووصلت الجبل هزله، وبعدين هاي حالتي، حتى ما اقدر لا امشي لا اقدر اقوم، لا كل شيء ما اقدر اسوي. زين ماكو جهات معنيه نظرت بحاله؟ والله كل الجهات المعنيه لا ابالي، كل الجهات المعنيه لا ابالي، حتى المجلس، حتى اشتكيت عند البرلمان وما خليت، دقيت بوب ما قلت، بس يقولوا لي تعال روح لوزاره الدفاع. زين انا من اروح لوزاره الدفاع؟ يقول لك قابل المستشار، قابل المستشار وزير الدفاع، مستشار وزير الدفاع ما يوصلك إلا بالقمة. زين إلا بالقمة. والله كان خيرنا أكثر من اللازم، يقول إحنا الخبز يبات وين؟ بلنجانة، إحنا نقول لنجانة، الخبز كان مالنا يبات بلنجانة قبل، هسه ما عندنا خبز، الطحين يجيب لك إياه الوجبة نص ونص، يجيب لك الطحين وشا 15 يوم يجيب لك التمن، ورا 15 يوم يجيب لك شنو هو؟ يجيب لك الشكرات، وورا وكل شيء ما مستفادين من عندها، وينشخ بالفلوس من عندنا وماكو نتيجه. زين انت على اي اساس يعني الوكيل هالشكل تسوي؟ كل وجبه تجيب وجبه على مشون يلغف من عندنا فلوس،
هذا الوكيل اللي مخلينا هو يلغب من عندنا فلوس، واحنا ما عندنا، حالتنا ما تساعد، حالتنا نيايين ما تساعد، قبل صابون شكر شاي كله، حتى نص الوجبة نبيعها، غير صحيحة والله قبل نص الوجبة نبيعها زين، وتظل عندنا إلى شهر الثاني. هسه وين؟ كل شيء ماكو، لازم تشتري عدس من السوق، تشتري تمن من السوق، ومرات يجيبون لنا التمن معفن، مرات الشكر بمي، والحلال والله انا المال تكسرنا. زين طيب حجينا، انا اريد ارجعك للشباب شويه، ايام الشباب. شلون كانت العادات والتقاليد برمضان من لعبه المحبس؟ قبل والصواني الحلويات. قبل وين؟ هسه وين؟ هيا نقعد بالقهوه، كل فريق بفريقه، نلعب ويا ابو كربلاء، نلعب ويا ابو النجف، نلعب ويا ابو بغداد، ويا نلعب ويا ابو الحسينيه، نلعب ويا ابو الصالحيه، وتجي جمعيات على الموعد، يقعدون صفحه منا وصفحه منا، وظلينا نتعلل حتى السحور نسحر على الجد زين على البيز، ونضال الى الصبح الساعه بالخمسه، وكل ما يروح على الجد. وبعد العادات والتقاليد يعني من ناحيه الجيران وشلون الناس، الجيارين هاي تقولها، لان احنا الحمد لله والشكر الخير اكثر من اللازم. هذا مركب تمن وطرشانه، يودي تمن وطرشانه للمن؟ للجيران. هذه مركبه تمن وبانيه تدز المن؟ للجيران. هالشكل اشكال يعني والوان يعني بالتركيب، ناس تدز على ناس، ناس تدز الناس، عروق طاوه كباب كلها ناس تناوش ناس. هنا انا هسه كل شيء ماكو، انا هسه ما عندي مؤجر وقاعد بالجزمه الشقه ابدا. شنو تغير عن هذا الزمن؟ تغير كل شيء، تغير كل شيء، تغير. هسه وين تقدر تروح تشتري كباب؟ منين تشتري كباب؟ تشتري كيلو لحم ب 10,000 دينار؟ والله كذب، والله كذب. انا اقول خير ما يقدر ياكل اللحم زين الا يروح ياكل لفه بالسوق بل بدينار. وينما قبل تاخذ فخذ مال هوش، يعني يطلع لك 15 كيلو رمضان كله، كفي كبه كباب، عروق طاوه، كل شيء تسوي بيه. هسه هنا أنا لا والله كل شيء ماكو، صافيه دافيه والحمد لله والشكر على كلنا، حتى نحمد الله ونشكره على هاي النعمه. ما اذا صمونه وشاي نقول الحمد لله والشكر. حياك الله، الف هلا. بس اريد اناشد وزير الدفاع، اريد اناشد وزير الدفاع والمستشارين ماله يطلعونا على التقاعد، يسوون لنا القيود مالتنا ويطلعونا على التقاعد. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى امه محمد. احنا بشارع الكفاح، احنا كل رمضان هاي تقاليدنا، هاي القهاوي نقعد بيها احنا شباب، وين نروح؟ يعني اماكو غير هذا البكان الامين، نقول احنا مثل ما نقول. كل ما هاي بلديه جايين، شيل الكراسي، شيل الشنابر، شيل ابو الموطه، شيل ابو الحب، شيل ابو الشربت، يعني العالم على باب الله. وهذا الشارع هو كريم وشارع مسدود والحمد لله امان، واحنا مثل ما نقول كنا شباب. ابو الدوريه يتعدى علينا، البلدية تتعدى علينا، يعني الناشد الحكومة والناشد رئيس الوزراء والناشد كل شريف، يعني خففون على الكفاح. هي العالم ترى أكثرها فقرة، دا تباع، هذا يبيع سبح، هذا يبيع موطة، هذا يبيع حب، هذا يبيع شاي، فلشوا الشنابر يتعدى. يعني هم بعد هو لابس بدلة الدولة، يلا لا توقف ارجع لي ورا، ويريد ياخذ المساحة كلها له. مو قصة، هو أمن موجود من فضل الله، مو أمن، مو هم مسوي. الحمد لله شارع الكفاح امن منطقه مثل ما اقول لك بالعراق كلها، ومنطقه شعبيه ومنطقه ناس طيبه على قد حالها. بس هي هاي احنا هاي الاذيه، با حس البلديه جتي فلشت الاول والتالي، فلشت القهاوي، فلشت السقيفه، فلشت ابو الحب، ابو الموطه، يعني على اليمن. يعني وين نروح؟ ما تقولون احنا نريد نرتاح؟ احنا ناس هي عايشه هاي ترى كلها فقره، يعني احنا كنا شباب ولد المنطقه، ماكو غريب، يعني هي كلها ولد المنطقة، يعني كلها من الكفاح، من الفضل، من أبو سيفين، من الفضوة، من أبو دودو، هي تقعد بهاي المناطق. يعني وينو؟ ما يجي بيها غريب، ما يجي بيها غريب، يعني سقيفة شو أثرت عليها؟
شو اثرت عليه؟ ما اثرت شيء عليه. كل شيء ما اثرت عليه. رحم الله والديك. لا اثرت شيء عليها، قلنا توسلنا به فلا شيء، يعني احنا وين نروح؟ ما تقول لي وين تروح؟ هو يجي واحد يشرب نرجيله، يجي من الشغل فطور، نفطر، يجي نشرب نرجيله. كنت الشارع، اشوفه بعينك. ما ابي اذيه، هي كلها شباب وعوائل ولد المنطقه كلها. وممنون لك وشكرا. شلون الاجواء برمضان؟ سولفنا عليها شويه. والله حلوه بالنسبه لنا المنطقه الشعبيه، يعني اجواءنا حلوه الحمد لله، تختلف يعني عن باقي المناطق. شباب شلون تنظمون وقتكم بشهر رمضان؟ يعني الصبح شغل، نرجع العصر نرتاح شويه، ورا الفطور نتلاقى على الشارع كله. شنو فطور؟ والله حسب الحمد لله، يعني الشوربه، المشويات، النواشف. اي اكيد اكيد الحمد لله. هالشيء عندنا التمر ولا؟ طبعا طبعا اكيد الحمد لله. طيب شنو العادات والتقاليد اللي افتقدتوها في هذا الشهر؟ والله هي مثل ما قال اخوي المحابس، يعني اللي كان عندنا متعارف عليه كل سنه وباقي الامور. هسه حاليا ماكو المحابس تقريبا، بس على قناه ديار منطقتنا ماكو، يعني هذا اكثر شيء يعني متوفر عندنا كان برمضان. زين طيب احنا نعرف قبل كانوا اهلنا يتبادلون الافطار بينهم. اي هاي موجوده عندنا لحد الان. هذا لحد الان موجود. الحمد لله، يعني احنا بالكفاح موجود عندنا هذا الشيء لحد الان. زين طيب برايك السياسيين يقدرون يغيرون شيء بشهر رمضان لو راح يكون ثابتين؟ والله اعتقد هم كلهم يعني كذب في كذب، وما اعتقد واحد راح يفيدنا من عندهم صراحه، يعني نعم. مستحيل، ماكو واحد راح. واللي كل اللي واعد سبق كله خلف، لا سابق ولا حاضر، ماكو، مستحيل. طيب شنو امنيتك بشهر رمضان؟ والله نسال الله سبحانه وتعالى ان يعم الامن والامان على عراقنا الحبيب، وان يكون عراق موحد باهلنا وناسنا ان شاء الله، وهذا اللي نريده احنا، ناس متحابين سلميين لا اكثر ولا اقل. والله دائما شهر رمضان شهر الخير والبركه والمغفره والتسامح والمحبه، يعني شهر فضيل بالحقيقة. هو كل شيء تغير بالحياة، يعني بعصر التكنولوجيا، بعصر السرعة، بعصر ما أدري شو تسموه أنتو جيل هالوقت شباب، ربي يحفظكم. كل شيء تغير، يعني رمضان قبل كان إلى نكهة خاصة، من رؤية الهلال، من الاستعدادات قبل رمضان، من الفطور الجماعي، من لعبة المحيبس، من ألعاب ما جينا ليالي رمضان، هواية أشياء تغيرت. نعم زين طيب حجي شنو أبرز وجبة فطور تفضلها؟ أنا بالنسبة إلي رمضان مو رمضان، يعني الصبح أحب الريوق مالي شوربة، فكيف برمضان شوربة عدس؟ هاي يعني من ضروريات، أما بعد هذا ايش بيكون؟ نعمه من الله، يعني ما اعتقد يختلف عن طعام الغداء بالايام العاديه. طيب حج برايك السياسيين راح يسوون في قضيه حل للشعب بشهر رمضان لو راح يظنون على نفسهم هذا؟ لا هسه احنا فراغ سياسي وحكومي، يعني طلعت نتائج الانتخابات، الحكومه القديمه حكومه تصريف اعمال، البرلمان القادم ما موجود، فما اعتقد لهم اي دور بهذا الشهر. زين طيب حجي شنو ابرز امنياتك بشهر رمضان؟ والله ابرز امنياتي يعني الامن والامان على الشعب العراقي، وتسود المحبه، ومثل ما الشعب العراقي نبذ الطائفيه والعنصريه وهالاشياء اللي السياسيين اوجدوا لنا اياها، نرجع اخوه ونبقى اخوه ان شاء الله. اوكي شكرا جزيلا. العفو حبيبي. والله احنا منظميها شهر رمضان، من يجي شيء اكيد صبح ما نقدر احنا نطلع، فدائما نأجل عملنا ورا الظهر، خصوصا احنا يعني كسبه مو موظفين، فيكون يعني ورا الوحده الثنتين نطلع، ويكون وقت الافطار قريب، ما نهتم لا عطش ولا جوع ولا كذا، الحمد لله والشكر ماشيين احنا على. شنو ابرز وجبه افطار تفضلوها؟ والله ابرز وجبه افطار يعني هو التمر واللبن شيء اكيد، هاي ويا الفطور، وبعدين يعني الشوربه هذا الشيء اساسي، شوربه عدس. يعني يومين غير نوب كباب، نوب دجاج، نوب خفيف، يعني مثلا هاي يسموه كفته، كبه، هاي انت بالذات شفت. والله انا افضل الكباب. اكيد افضل الكباب. زين طيب انت برايك شهر رمضان شهر الطاعه والخير، برايك السياسيين يعني راح يصلحهم شهر رمضان لو هم تجاوزوا كل الخطوط؟ والله ما تجاوزوا كل الخطوط، لان احنا جربنا هسه العلماني والديني ما يعني لا احد بيهم يحترم شهر رمضان ولا غير اشهر ايضا.
الاشهر الحرم كلهم ما يحترموها، وشفناهم وجربناهم عندهم البوق اهم شيء، وبنوا مليارات وسووا شركات وكذا، ولذلك نشوف بالانتخابات صرفوا مبالغ ضخمه. يعني هاي مبالغ مو واحد نائب راتبه 30 مليون او 20 مليون، لا مقاولات وكذا، هاي كلها فلوس الشعب صار ببطنهم. يعني ما صور لا رمضان يقدر لهم ولا غير رمضان اصلا. زين طيب شنو العادات اللي افتقدتوها هاي السنه؟ ويعني شنو ابرز عاداتكم هاي السنه؟ يعني العادات كنا قبل بالمنطقه نلتقي كذا نتسامر، هسه من وراء مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقول الفيس وغيره تباوع العالم كل من ملتهي بوكان، فاحنا نضطر انه نجهز. احنا من غير منطقه جايين الى منطقه الكفاح الصدريه في سبيل نقعد بالقهوه كذا نشوف عالم تجمع. اي يعني اجواء حلوه هنايا. اما مناطقنا اللي افتقدناها كان قبل تتجمع المنطقه محابس وغيرها وورا الفطور يطلعون يسولفون، هسه هاي كلها لغت تقريبا. طيب شنو اهم امنياتك؟ والله امنياتنا الامن والامان، هو هذا اهم شيء. بس هذا الامن والامان. وشنو دعائك؟ دعانا للعراقيين انه ربك يفتح عليهم ان شاء الله، وهاي الرزق ده شوف اليوم هسه اليوم فلشوا هذا الشارع كله، ناس كسبوا خطيه ويفتحون على باب الله، هو كم بار وكذا لازم يتجاوز على الشارع، محلات ايجاره غاليه، اليوم اجى الشفل وامانه بغداد وعمليات بغداد وفلشوا الشنابر على العالم، زين دول وين يروحون؟ لا انتم موفرين لهم وظائف، لا موفرين لهم فرص عمل، ولا حتى اجر يومي، اضافه انه يفتح ورا العصر كذا هنا يسترزق شويه، جيت وفلشتوهم وجايب له قوه عسكريه ضخمه قادره على الفقير. روح اقدر على ذول الحيتان الكبار قادر على الفقير، واسال ان الله انه يوفقنا بهذا الشهر الفضيل ويا ذول ما اعرف شلون احكي لك بعد. بعد اهلا وسهلا حبيبي، اهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، نهني العالم الاسلامي والامه الاسلاميه جمعاء بحلول هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والطاعه والمحبه، يا رب يعيده على شعبنا العراقي بالخير والمسرات والهدوء وفردوس السكينة والعم الأمن والأمان، ويرفع هاي الغمة عن هاي الأمة. بس نفتقد فد أمور بسيطة اللي هي بالبداية غلاء الأسعار اللي قاعد تأثر على المواطن الفقير، اللي يريد التفاته، يريد التفاته من الحكومة بهذا الصدد، اللي أكو ناس قاعد تستغل حلول هذا الشهر وتستغل غير أمور، وتعرف أنت أكثر الناس هسه موارد محدودة عندها، فريد بس التفاته من الحكومه لهذا الشيء. طيب شنو ابرز وجبه افطار؟ هي طبعا الوجبه الرئيسيه الشوربه بكل بيت هاي بالافطار، بعد تبقى على المشتهى، ناس تفضل الدولمه، ناس التمن والمرقه، ناس السمش، ناس الدجاج، بعد يقول لك يا لو تشابهت الاذواق لبارت السلع. والله هو السياسي المفروض مو بس بشهر رمضان، المفروض يهتم بالشعب بكل الاشهر وبكل الايام، لان هو السياسي يمثل شعب، إذا هو مو قد السياسة فلا يتصدر بهذا الموضوع. ومن يتصدر إنسان مو نقول مو صاحب مبدأ بهذا الشيء وما يهتم بهذا الشعب، راح يكون المظلوم الوحيد هو الفقير والشعب. فالاهتمام مو بس بشهر رمضان، المفروض الاهتمام بكل الأشهر. طيب شنو أمنيتك؟ أمنيتي يا ربي يرد كل مفقود الأهله، ويصبر عائلة كل شهيد، ويفرح كل يتيم. طيب العادات والتقاليد تفتقدوها بشهر رمضان هذا الحالي؟ يعني تختلف عن طبعا بالسابق كنا يعني ابسط شيء نمارس لعبه المحيبس نبقى للصبح من منطقه لمنطقه وبعداد مفتوحه وبالشارع وبالقهاوي، زين هسه قامت تقتصر على اماكن محدده بسبب الظروف الحاليه. شنو السبب؟ السبب الامان. يعني ستة واحد من الناس إذا تسوي لعبة بمنطقتك وتجيب من غير منطقة إذا صار عليهم فشي هاي الناس برقبتك، مو صحيح؟ فهذا الشيء نفتقده وإن شاء الله ترجع هاي الأيام إن شاء الله. نشكرك. والله أستاذ العزيز إحنا قلت لك السبب الرئيسي الأمن والأمان. إحنا كنا مثل ما قال أخوي أبو سجاد وتفضل قال احنا قبل نلعب لعبة المحابس ابسط شيء نلعبها بين حارة وحارة نحو الزقة بين منطقة ومنطقة، شوفوا الاعداد مفتوحة هائلة، الناس تحب اللعبة وشعبيتها قوية 100% 200 200. حاليا افتقدناها ليش؟ سببها تعرف الامن والامان وهاي ولد العالم وياك، على غفلة صار شيء على غفلة يعني، فهاي شوية اتحفزنا من هذا الموضوع فقمنا قامت يعني تحوينا القنوات الفضائية مشكورة طبعا بالدرجة الأولى على مستوى 30 لاعب وعلى الأمان لا أكثر ولا أقل.
بالنسبة لي عائلتي يعني طبعا الوجبة الرئيسية هي الشوربة. بس خل احكي لك شغلة استاذ، انا الوجبة الرئيسية سمك، بس على الحر وكهرباء ماكو، بين سطر وسطر قمنا ما ناكل سمك نخاف، لاني راد لك مهفة وياك. هسه الحمد لله والشكر يعني قاضيها دجاج، والحمد لله دجاج سمك بينه وبين دجاج سمك بينه وبين، الحمد لله والشكر كله خير من الله، ورمضان ابو الخير. شو تشوف قدامك تجي، بس بالنسبة للحر هاي مداحتك. شهر رمضان هاي السنة بالذات يعني اليوم هي معاناة، ماكو رمضان للعراق بالذات العراقي ما عنده يعني رمضان وأجواء عيد وأفراح، احنا نعيش معاناة. اليوم حاربوا المواطنين أصحاب البسطيات الفقراء، يعني اللي عنده بسطية على باب الله طالع، صاحب إيجار عنده عائلة فلشوا بسطياتهم كلها، يعني على شنو تعرف شنو السبب؟ يعني هسه انتخبناكم هي الحكومة أنتم الجديدة، يعني باشرتوا بكرمة الشعب العراقي، باشرتوا بمعاناتهم، بده يشوفون حتى الكهرباء تطفوها على العالم، يعني ويا وقت الفطور يطفون الكهرباء كأنما اتفاق المولدات ويا دائرة الكهرباء. يعني هاي هسه هاي بسطية على باب الله. هنا الأخ أربع شرايين للقلب مصاب بالحشد، لا راتب لا، يعني حتى نقول لك إياها أجواء عائلية ما حد بحال أحد، كلياتنا نفس الشيء. شنو العادات والتقاليد اللي افتقدتوها؟ يعني هواي أشياء، أبسط شيء المواصلة، مواصلة الأهل الأقارب انتهت ماكو، يعني هاي وحدة من عشرات الحالات اللي موجودة. يعني هسه يعني كنا قبل احنا بايام الشباب لعبه المحابيس، لعبات كره قدم، نروح ملاعب، هسه لا ماكو. المواطن لا منتهي محتار، بس يريد وقود العائله يسد عائلته وما يقدر. يعني هسه انا ابسط شيء يا ابو احمد، ما بشيء كانت ارقى جو رمضان يصير بيها بالعالم باب الشيخ بالذات، هسه انفقدت هاي الاشياء. انفقدت كل من يسحي يا روحي. رايك السياسيين راح يغيرون شيء؟ كل شيء ما يسوون، كل شيء ما يسوون، كل من ملتي بنفسه. ملتي بس يبوقوا، بس العادات والتقاليد اختفت، لان العيشه صعبه من عمي، العيشه صعبه. اخ ما يباع على اخو، يقول لك انا عندي عائله وعندي جهال، واخويا منه؟ هو يدبر نفسه. هذا الشيء كان قبل ماكو، يعني تسوي اكله توصل لسابع جار، هسه ماكو هذا الشيء. يعني يجون يباعون على الفواكه يتحسرون يشترون، ما عندهم، عالم قاعدة على طالب بطالة. شباب هالشوف شباب يوم يشتغل الشهر قاعد ما يلحق. شنو اللي نترجع؟ والله فدا الله يغيره، لا سياسيين ولا كل شيء ماكو، بس رب العالمين. أهل العراق يعني ما أعرف سر إلهي، ما إجانا واحد حكمنا رضينا عنه أو هو يرضى عنه. يعني انت ارجع كتاريخ، ارجع خلافة علي بن ابي طالب سلام الله عليه، ما رضينا عليه احنا اهل العراق، من المن نرضى؟ انت باوع التاريخ، ايام الملوكية ما رضوا علينا ولا رضينا عنهم، وجدت استلمتها الجمهوريات اللي من بعد عبد الكريم وعبد السلام وعبد الرحمن والبكر وصدام، عليها ما رضينا، وياها الرضا علينا ماكو. احنا ما اعرف سر الهي، يعني هسه انت خيراتك اللي تملكها الخليج كله ما يملكه، يعني انا رحت، يعني رحت الدولتي، رحت السعوديه ورحت الايران. بلدين ما يملكون اللي تملكه انت، يعني السعوديه ايش عندهم؟ بس نفط وزياره يعني بيت الله وقبر النبي. انت كلها عندك طول السنه زيارات، يعني انت لو تخلي بس ايرادات ضريح الحسين سلام الله عليه وابو فضل عباس السد الشعب العراقي اللي فراسه وينام وعايش، زين انت النفط وينه؟ الزراعه وينها؟ الصناعه وينها؟ يعني شنو هالسر هذا؟ يعني ما اعرف يعني شو بدي اقول لك، بلاء احنا عايشين بغابه وماكو واحد اجى حكمك رحمك. ورغم انه احنا شو نقول الاخ اخوك بدمك وابوك ما يرحمك، تريد يجي يستلمك حكم يرحمك؟ لا. يعني شنو اللي تتمناه؟ اتمنى يعني هسه انت ابسط شيء، هذا الولد وينه؟ يشتغل بالقهوه، محروم انه ابسط شيء زواج، ما عنده امكانيه يتزوج. واتمنى احنا شو نقول اللهم بحق هذا الشهر الكريم يفرج عن هالشعب هذا المظلوم، ما عنده لا حول ولا قوه اله، وندعي بشكه هالسياسيين يتغيرون
احنا راح نرجع. المجرب لا يجرب هم نفسهم، يا هذا تغير نفسهم سائرون نفس التشكيله. المالكي نفسه، رغم انه انا انتخبت المالكي. العبادي هو نفسه، يا هذا حتغير احد؟ شنو المجرب لا يجرب؟ شنو جربنا؟ هم نفس التشكيله حيرجعونا. مو صوتك راح يروح ببلاش. يعني انت اطلع اطلع. جاي اقول لك يعني محروم من زواج 39 سنة عمره. مليون دينار ما عاد. شنو السبب برايك؟ طبعا من الحكومة. طبعا من الحكومة السبب. بعد من السبب؟ خمس مواد عدد. كل شيء مو موفرت لي. شنو موفرت لي الحكومة؟ من الشغل موفرت لي، من الأمانة موفرت لي، من الطالب الطالب موجودة عندي. شنو موفرت لي؟ أنا فتح بسطة. بسطية عندي فرشوة على راسي. شلون أعيش أنا؟ من عايش عائلتي؟ ريدني اسلم باطول جاب طاري شو اسمه الحكومه بيها هم حاله. انا عندي خدمه 13 سنه ونص بالمرور، سنه اراجع 2008 طبيت لجنه وافقت علي اللجنه بالاعاده المفصولين السياسيين. بالامانه العامه موقف ويا شردوا من عندي. انا رجال حساوي كربلائي وافتخر بها. يقول لي عندك سجين سياسي؟ قلت له لا ما عندي الحمد لله. عندك معدوم؟ ما عندنا معدوم. عندك مسفر؟ احنا يابا ما عدنا مسفرين. قال عاد ما مشمول انت بالقرار. شنو يعني انا خدمتي؟ عندي خدمه 13 سنه ونص راحت هباء منثورا. المن المن يعني هي هاي البلوه. نقول بكت يجينا واحد يصلحنا يرحمنا. انا قاعد هسه بايجار حال الضيم حالي، يعني ماكو واحد يرحمنا وخدمتي راحت. هسه انا عندي عجز بالقلب، سكر، ضغط. بس نقول بكت ها. بس اليوم شفناهم على مستوى اللي فلشوا ارزاق العالم، قطعوا ارزاق العالم، فلشوا البسطيات مع العالم. هاي ابسط هديه للشعب العراقي بمناسبه رمضان. ما في البلديه بالعراق، ما في البلديه بالعراق، ما في اصابه بحالها. اصابات البلديه بالاخص بهذا الشارع. نريد كلمه اخيره من عندكم توجهوها. كلمتنا وجه قائد عمليات بغداد. قبل شويه هي هاي الحاله صارت، ما البلدية ما بلدية، بلدية أبد ما يطل عمر الفطور. اللي سمعناه قائد عمليات بغداد جاي شايف الزحام حضرته مخابر، جا فلش المحلات مال عالم متشنابر. أنت بدل ما تسوي لهم، بدل ما تساعد الشعب أنت والناس، عندك سلطة هيك تسوي بالناس؟ هذا شنو هو؟ حال اللي يقتل واللي يذبح واللي يسلب. كم رزق قطع هسه؟ والقطع واللافتات والشنابر كلهم أصحاب عوائل خطية وفقر. وين يروح؟ عندهم الله، عندهم الله فوق راسه وفوق راسنا كلنا. الله عندنا. معوق وعمليه للقلب واربع شرايين مبدلين بقلبه ونسبه بسيطه فلشوها. يا بني ايش؟ تخدم للحسين كل سنه. اي والله. يعني هي هاي جزاتها، انه انت تخدم بسطيتي تخدم. أيوة الحسين. اي والله بايام عاشوراء من اول يوم للاربعينيه. يلا قالوا له ترى الولد مصاب بالحشد وصاحب موكب، وهاي البسطيه تخدم للحسين. كسروها. قال احنا والحسين هاي البلديه، هاي مجازات البلديه. حطيت ثاني حياتي على مود هم يتقلبون على الكراسي. اي انا واحد من نظره بيلي الي الي قلت له تخدم الحسين كسر على راسي. 13 معركة أنا مشترك بيها، 13 معركة. جزاتي كسرون غراضي. أنا أقول لك هاي الحكومة كلها جاية بس أصلاً. هديتهم هي هديتهم. نعم. والدليل يوم الصار. إيه. الدليل يوم الصار. وأنا عندي بنات بس ولد واحد عندي. عندي أربع بنات. ونقول إن شاء الله الله ياخذ حقنا. هيا خلي الشيبة تطلع يا مات بغداد. هاي بقى الشباب كلهم. يا ترى مات بغداد الظاهرة الظاهرة مات بغداد. خلي شوف الخيسة مالتها ذا هي حريصة. أنا أريد كلمة أخيرة. والله نقول الله كريم، ما عندنا غيره. الله ياخذ حقنا. بس رحمة الله ماكو رحمة بشار.